على اللي جاي وفي ظهر الجمهور، حتى اللقطه حتى المكان فجاه بالصدفه في ظهرهم الجمهور وبيهتف، ولما الكابتن خطيب قال لهم الجمهور قال لهم بصوا لسه هقولها على الحلوه والمره معاه. هو ده دور جمهور الاهلي وثقه جمهور الاهلي في لعيبته، لكن ده يحمل اللعيبه دي مسؤوليه كبيره. مش معنى ان احنا كان لازم نحتفل بيكم، اللي بياخد بطوله واحده في افريقيا يقدر يحتفل بيها كتير، الجيل ده خد بطولتين في سنه واحده. ولما بقول بطوله افريقيا بقول بطوله. ده تاريخ مش هيتكرر، مش انك تلعب بطولتين في سنه. في سنه. واللي بيقيس الميزان النسبي للبطولات، لا الكلام في مجرد الكلام في القياس ده بين بطوله محليه ايا كانت اذا كان الدوري او غيره. يا اخي انت النبي والنبي عيب تناقش النقطه دي. ده كلام ده يعني هم لا يستقيم ابدا. يعني بيضحكوا على نفسهم يعني. ده دوري ابطال افريقيا، كل واحد بطل قارته. فانك انت تاخد البطوله مرتين بالجيل اللي لم يحتفل يعني به دلوقتي الدوري لضيق البطولات. استاذ ابراهيم دلوقتي الدوري اهم بطوله في العالم؟ ها؟ نثبت على كده. نثبت بقى على كده، مش كده بس. اللي انا واخدها 42 مره. ايوه. بالظبط. فهي بيعدهم الكابتن الخطيب، لكن هنحاول وفقا للارتباطات اللي جايه وحسب مواعيد التزامات اللعيبه الدوليين مع المنتخبات واللعيبه الاجانب مع دولهم، ان احنا هنحاول نرتب احتفاليه كبيره تليق بكل اللي حققه هذا الجيل. دي كانت مساله مهمه جدا، وكان فيها معاهده الجونه او معاهده البحر الاحمر اللي هتفضلوا باذن الله فاكرينها، واللي كل لاعب ارى الفاتحه مع رئيس النادي والجمهور في ظهره في اللحظه ديت يعرف انه دي كانت معاهده الاهلي في الجونه اللي باذن الله تعالى يتبني عليها كتير في الفتره اللي جايه. عشان كده هذا الموقف لقى تقدير ناس كتيره، بالذات الناس اللي بتفكر وبتفهم في الرسائل الضمنيه المهمه. كان الامر واضح، لكن كان الغريب ان ناقد كبير زي الاستاذ محمود معروف ما وصلتلوش المساله. ادي احنا شرحنا له وما اعرفش ما وصلتلوش ليه، لدرجه ان الراجل بيقول لك في التيلكس بتاعه للكابتن محمود الخطيب: لم نفهم معنى اجتماعك بلاعبي الاهلي في ارض الملعب بعد التعادل 3-3 مع الجونه، معناها ايه؟ معناها ايه؟ جالك المعنى من الناقد الرياضي الكبير الاستاذ حسن مستكاوي في الشروق، قال في التوقيت كانت كلمه محمود الخطيب للاعبين بعد خساره الدوري شجاعه، تعد شجاعه وفهما رفيعا لقيم الرياضه. قلت لكم في الاول ايه اللي في الرساله من قيم رياضه. فقد حقق هؤلاء اللاعبون بطولات مهمه في نفس الموسم ولم يخذلوا ناديهم او جمهورهم، ولا يوجد فريق في العالم يفوز بكل البطولات التي يشارك فيها. بالنسبه للاستاذ حسن مستكاوي شرحها في سطور قليله بشكل جميل جدا. بالنسبه للاستاذ محمود معروف انا متوقع انه ما فهمهاش. متوقع يفهم ازاي؟ ثقافه مختلفه. يا استاذ ابراهيم الثقافه مختلفه. استاذ محمود معروف دماغه مش هتروح للمعاني دي. بس يا ريته بعد ما سمع التفسيرات دي كلها تكون وصلت له، او ينتظر بقى للمستقبل يفهمها، يشوف النتيجه. لكن عماد متعب واحد من اللي عاشوا اللحظات دي كتير، هل وصلت له الرساله ورايه فيها ايه؟ نشوف. كابتن محمود الخطيب هو ده، دي قيمته، احنا عارفين قيمه وقدر كابتن محمود الخطيب كاسطوره من اساطير النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي، وقف مع اللعيبه واتكلم معاها، وهو يعني خد قرار انه يبقى في الملعب والكلام يبقى على طول بعد حسم بطوله دوري نادي الزمالك. والرساله بتاعته هي واضحه وصريحه، النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي سيظل كبير رغم خساره البطوله، مفيش اي مشكله خالص، كبير ببطولاته، كبير بلاعبته، كبير بانجازاته، كبير بجماهيره. يمكن كابتن محمود الخطيب اكد ان النادي الاهلي فاز بخمس بطولات وخسر بطوله الدوري، ده يعني شيء ممكن يبقى طبيعي في كره القدم، من وسط بطولات كتيره جدا لما تقع مني بطوله النادي الاهلي بيرجع بعد كده ويفوز بعدد بطولات كبير جدا، النادي الاهلي عنده لعيبه تقدر
تكمل المسيره. واللعيبه صراحه اجادت، يعني مش معنى ان وقعت بطوله لموسم طويل جدا جدا تقع منه بطوله فخلاص مش نهايه العالم خالص، لا ده بل بالعكس بيحسهم على الاستمراريه ومزيد من البطولات، وبيوصل لهم رساله ان انتوا جمهور النادي الاهلي في ظهركم واحنا في ظهركم، بس انتوا لازم ترجعوا تفرحوا جمهور النادي الاهلي تاني. وفي نفس الوقت يعني هي كلها رسائل واصله للعيبه والجهاز الفني وللجمهور، واتمنى توفيق للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ثقافه ابن النادي اللي اعتاد على مثل هذه الامور ويفسرها بهذا التبسيط التبسيط والمصداقيه وبيفهمك يعني كان تاثير الكلام ده ايه باستمرار لما كان بيعيش هذه الاجواء. مهم جدا جدا. انت هتاخد بتاعه الشيخ طه. الشيخ طه اسماعيل رايه شخصيا في اللي حصل للاعيبه الاهلي ومنهم ايه؟ نشوف. بالنسبه للنادي الاهلي شاده بلاعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي في خلال موسمين ملحومين ببعض، فاز ببطولتين افريقيا الشامبيونز ليج، فاز بالدوري السنه اللي فاتت، كاس السوبر، كاس ثالث كاس العالم، و يعني الحقيقه قبله بلاء كبير جدا، وبعدين لعب مستمر سنتين متواصلتين والنادي الاهلي بيلعب في هذه المباريات، وده كان حمل كبير جدا على اللاعبين. فانا يعني برضه بأشيد باللاعبين المجهود الكبير اللي بذلوه وبكل الاجهزه والمسؤولين في النادي الاهلي. نعم. وانا بقول انه انا شخصيا يعني مش زعلان، لانه لا يضرني ان انا كسبان 42 بطوله دوري عام وبعدين بخسر بطوله، مفيش حاجه، شيء طبيعي، مش ممكن كل واحد يكسب على طول. لكن نتعلم من الاخطاء اللي تمت في هذه الفتره. نعم. بس نحن نتفاداها، والنادي الاهلي شامخ دايما، سواء خسر بطوله زي دي بكبريائه الكبير جدا بيقابلها بشكل كويس كلاعيبه وكمدير وكمسؤولين. نعم. وانا من هؤلاء الناس، يعني عندي كبرياء ان انا ما فيش مشكله ان احنا خسرنا مباراه زي دي، لكن احنا عندنا رصيد كبير جدا من البطولات اللي يكفينا واللي شجعنا على ان احنا نقف تاني من جديد ونعيد حساباتنا بالنسبه للبطوله دي بالذات اللي راحت للنادي الاهلي. يتحدث الشيخ طه عن كبرياء النادي الاهلي، يتحدث انا شخصيا مش زعلان، عندنا بطولات، احنا بنزعل لان صدقني البطوله كان ممكن بسهوله ناخدها. بعض الظروف الطبيعيه بس. بعض الظروف الطبيعيه كنا خدناها بسهوله جدا جدا ومن بدري. لكن ده كان راي الشيخ طه. لكن كمان راي النجم العراقي والمحلل العراقي الكبير الكابتن ميثم عادل. ايه؟ نشوف. لماذا الاهلي لم يستطيع مواصله المنافسه بنفس قوته في افريقيا؟ هو عبد الله، هو من وجهه نظري الدور التاخذ من الاهلي بالمصري. احنا لما نتكلم عن نادي يلعب كل 72 ساعه مباراه، كان يلعب في افريقيا في ادغال افريقيا ويذهب الى اسيا ويلعب، وكل هاي المعاناه وكل هذا السفر، فانت ما تقدر تطالبه، يعني ما تقدر تطالبه باكثر من هذا اللي سواه نادي الاهلي. نادي الاهلي اليوم الخطيب يعني يمكن قال كلمة كبيرة، قال ارفع راسك انت اهلاوي. ما لا يوجد فريق في العالم اليوم يقدر يحصد على كل البطولات او يحصل على كل البطولات. اليوم الاهلي لا يضر الاهلي ولا ضير ان يكون منافسه يحصل على البطولة رقم 13، الاهلي عنده 42 بطولة، البطولات قادمة كثيرة. الخزائن ممتلئة. الخزائن ممتلئة في البطولات، مصنع البطولات، مصنع الامجاد، والاهلي في كل تاريخه شوف. لكن بالفعل هناك يعني عوامل معاكسة أثرت على الأهلي في مسيرته في الدوري. هل من المعقول منافسك يحصل على 17 إلى 16 ضربة جزاء اليوم؟ في عملية غير جيدة يعيشها التحكيم المصري، الفار في مباراة طلع الجيش، يعني الكرة اللي دخلت إلى المرمى يمكن لو كانت هذه الكرة داخلة اليوم المنافسة لا زالت في الملعب. صدق ولا ما بعد مباراة طلع الجيش. كانت الجولة الأخيرة. طبعاً تبقى حتى الجولة الأخيرة. زين وربما لم يتعادل، لم تؤثر هذه المباراه اثرت تاثير نفسي على الفريق الاهلي. زين الاهلي عانى معاناه من التحكيم في هذا الموسم بالذات، عانى باشياء غير طبيعيه. زين امور كثيره يا اخي، امور كثيره حثت بغض النظر عن هاي الامور، بغض النظر عن ما حدث اليوم. الاهلي فريق كبير، الاهلي يبقى هو العلامه الفارقه في الكره المصريه، الاهلي من اعظم الفرق الموجوده اليوم في العالم، الاهلي حقق في تاريخه 142 بطوله، البطولات قادمه، عنده بطوله الكاس، كاس مصر، ما نختلف كابتن ميدان، بطولة هاي بطولات نعم معروفه، بطولة السوبر يعني الافريقي، فلا ضير. راجل بيعتد تماما، من اعظم الفرق الموجوده على مستوى العالم وكمان مستوعب الظروف.
يعني بيقول له الاهلي ليه خسر الدوري؟ قال له لا انت بتتكلم في فريق ما اتحسبلوش 18 ضربه جزاء. انا بدي بقى اقول لك ايه ما كنتش قريته. اديني 18 ضربه وحاسبني زي ما انت عايز. بالظبط ده انا ال 14 الفريق ال 14 في الحصول على ضربات الجزاء بينما الاكثر تهديفا والاكثر صناعه للفرص. بصوا بقى الموقف عامل ازاي من الناحيه التحكيميه. لا المفارقه انك انت مش بس تاخد 18 ضربه واقل فريق يتحسب عليه ضربات جزاء. فانت كل العوامل سميها صدفه سميها سوء بخت سميها هي جت كده لكن كل العوامل كانت بتؤدي الى هذه النتيجه. والكابتن احمد شوبير رايه في موقف الكابتن الخطيب كان مهم. رئيس النادي بينزل من المدرجات عشان يقعد مع اللعيبه قدام الناس وعلى الملأ وانه يحييهم وانه يشد من ازرهم وانه يقول لهم كنتوا ابطال وان انتوا عملتوا موسم رائع السنه دي وان انتوا خدتوا بطولات كتيره جدا السنه دي للعيبه. يعني اعتقد لقطه هامه جدا 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 من الصعب من النادر ان تجدها لكنه هو الراجل بحس لاعب كره القدم عارف ان اللعيبه محتاجاه في الوقت ده عارف ان عنده لسه ماتش في بطوله الدوري العام عنده كاس مصر عنده البطولة الإفريقية عنده السوبر الإفريقي عنده السوبر المحلي عنده الدوري الجديد والمواسم زي ما انتم شايفين كلها لضمة في بعضها. مشهد رائع لكابتن محمود الخطيب والجماهير كمان جماهير الأهلي لم يعني تتوقف على هتاف لفريقها وكأن الأهلي توج ببطولة الدوري العام وده الحقيقة السر اللي عند النادي الأهلي. يعني الناس دي الحقيقة يعني على الحلوة والمرة معاه زي ما كانوا بيغنوا فعلا على الحلوة والمرة معاه بيغنوا للنادي الأهلي كأنه حصل على بطولة الدوري العام وبيكلموه على اللي جاي واللعيبة هو طالعة كلهم بيسقفوا لهم وكلهم بيحيوهم وكأنهم فايزين بالبطولة. ده مشهد مهم جدا بس على اللعيبة أن تعيه. يعني كلام كابتن شوبير يعني والله انا بس ليه انا بدور على ايه دلوقتي على محمد معروف عايز تنط عشان كابتن شوبير هو اكد على كل اللي قلناه وده مهم ان الناس تكون فهمت اللقطات وفهمت الرساله وفهمت وقدمتها بالشكل اللي احنا متفقين عليه. لكن في لقطه انا مهتم تيجي هي ملخص الدوري العام الحكم محمد معروف تقصد عايز اللقطه دي. طبعا انا عارف هيقولوا لك ايه بس انا برضه هقول لهم ايه. طب نشوف محمد معروف وهو بيحكم مباراه الزمالك الاخيره يعني اهي كره بتتلعب والراجل يكاد يكون عايز يروح يجيبها. بص اوبا ده الحكم يلعب بدماغه. اتفضل لفرحه الحكم وتفاعله مع اللعبه بلعبها معاكم يلا خلصني. ده حكم يا جماعه اللي لابس اسود ده حكم يا كابتن وجيه. دي نطه تانيه اهو خلي بالك هي مش مره ما هو نزل وطلع. لا المره اللي فاتت لما ما خدهاش بن شرقي هو نط عشان ياخدها المره دي نط يعني هو الناس قالت فرحه. لا هي مش فرحه هو المشاركه بالمشاعر هي مش فرحه هو زي ما تكون انت قاعد قدام التلفزيون وكره تتلعب تلاقي نفسك بتلعبها مهتم بالظبط. بص بقى اللقطه دي بتكشف ايه؟ الصفاره بالمشاعر. هو شريك شريك في المباراة شريك يشارك فريق الزمالك أداؤه مع كل لعبة مترقب الجون يجي ازاي. تفكر ما مستر موسيماني قال لي انت في ماتش المحلة لما رحت معاه اول ماتش مستر مانويل جوزيه مستر جوزيه لما خد المحلة فاينل الكاس اول ماتش يحضره اول ماتش له بعدين قال لي مستر عدي يكيك مش 3 تايمز انا بتفرج مع النادي اللي عايزه تيجي جون بعمل كده هو برضه كده بيتفرج هيتجنن الكرة دي هتحصل ايه. مرة ما جاتش جون نط برضو ما راعيتش بن شرقي المدافع اللعيبه بتاع الانتاج واخد بالك انا عمل كده عايز لما جت بقى طبعا تفاعل معاه اللقطة دي كشفها
هيقول لك ده عملها في الماتش اللي قبليه في البنك، هل معنى كده ان دي هبت؟ لا. انت عارف هو كان عايز مين يكسب او مين يمكن كان عايز البنك ياخد البونتو ده، بيصفر بمشاعره في كل الاحوال. لما جت الشيء اللي في باله هو تفاعل معاه. طبعا لذلك لم يكن غريبا ما فعله مع النادي الاهلي مرتين. دي لقطه اختزلت موسم. دي لقطه اختزلت موسم صعب، وبتفسر لك ماتش المحله واللي حصل فيه كل حاجه بقى. والماتش الاخراني برضو واللي حصل فيه. شوف هي لقطه مشاعر حكم. مشاعر حكم بس. هتقولوا لنا بقى بنتكلم على التحكيم. الله، لقطه اختزلت موسم ولقطه احتوت على كل تفاصيل اصعب المواسم اللي مر بيها النادي الاهلي منذ سنوات. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم.